إلى قصة أخرى غريبة لكنها حقيقية. ففي قرية الصدر الواقعة على جانب الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الجلفة والأغواط، لا تزال المعمرة خالتي ربيحة تحرس صخرة منذ أكثر من نصف قرن. تتساءلون كيف ولماذا أو ما السبب؟ فتجيبكم صاحبة القرن والأربع سنوات، بارك الله في عمرها، تجيبكم أن مرد حراستها الصخرة كونها تسببت في هلاك 3 فرنسيين إبان ثورة التحرير المجيدة، وهي بذلك تكرمها في صورة وضعها فوق بئر وتفقدها يوميا وحراستها، بل وتصر على أن الوفاة وحدها من ستفصلها عن هذه الصخرة. حكاية حراسة معمرة لحجر ثائر وثقتها عدسة كاميرا الرائع نورين عمارة، وكتبها الزميل محمد عمر ميلايني. أهلنا زملاء طالب بيرحل لابد يا ذي نهار الولين. نعم صديق. كل صباح تخرج خالتي ربيحة من بيتها الكائن بقرية صدر جنوب الجلفة قاصدة هذا المكان لتتكئ على سنين الانتظار أمام هذا البئر وعيونها على حجر يقاسمها مرحلة الثورة ضد الاستعمار الفرنسي. حابين نعرفوا حكاية الحجرة هذه، علاه راكي تعسي فيها؟ عزيز علي جابها ابن اختي الله يرحمه وجابها قال لي ما راح يعوش راها ثلاثة. قلت له كون ديرها لي فوق الحاسية باه ما كسروش الموشر ساعت لي موشر قاك قليل حطها تمينا. رحت لجلفة سكننا فيها وقت لم نمسها وجينا كي جينا عدت نجير عملوا وراهم داروا لي الجير هذا بقيت روح يابس كان زين حي. لا تتوقف رمزية الحجر عند الاحتفاظ به منذ الثورة فقط، فكثيرة هي الحجارة المتناثرة هنا وهناك شاهدة على حقبة سنين الجمر. السر هو أن هذا الحجر يطلق عليه بالحجر المجاهد لارتباطه بقصة مقتل 3 جنود فرنسيين. الحجر هذه كيفاش قتلت هذول الفرنسيين هذول؟ قلت لك جات لجيء من عنب. كانوا في عين البلد. سيارة من نوع جيب؟ لا جيب، هذيك اللي ما عادهاش من فوق القلاع. قلاع كاع ما عادهاش. ركب سنين من الورا وخريا كاو سوق. تقلبت بهم، هذه خرجت بين الروضة والروضة هاي صغيرة. قلبت هاك بدات تدحس فيهم. خلات مويها. لقطوهم. وانا رانا مراجلين قاعدين فوق البويب، ساعتها ما كانش كاع المسكن هنا. قادوك عويشين. تبنى عليهم. درناها فوق الحاس. مازال الحمد لله اليوم جابر عقلها تمشي تشوف تسمع وقاعده هنا يعني كرمز لهذه المنطقه لهذه الدشره يعني كما يقولوا العزوج ربيحه الحاجه ربيحه دائما تحرص هذا المكان لان عزيزه عليها الحجره هذه والحجره هذه عندها تاريخ ثاني تاريخ يعني متعلق بالثوره التحرير يعني خاطر ماتوا قور هنايا 3 قور بسبتهم هذه الحجره. رمزية الحجر عند الحاجة ربيحة كبيرة لطابعها التاريخي، رمزية ترفض أن تقايضها بأي ثمن. هذا يعطوني في 300؟ حاجة يكون يقول لك بيعيها لنا الحجر هذه، بيعيها لم؟ والله يا كان بيعها لي ما قال لي ما خونها عليا اللي استغفر الله للأخ. أحسب أن نعطيها. إذا أعطوك فيها دراهم مليحة. تعطيني مليار. ما دامني حي. عجل الحجر هذه تعطيها لنا ندوها معنا؟ اقول لي اعطيها انا من قبل حاجه من قبل حاجه نعطيك الحجر لا راك زين والله والله يا ابوي نعطيها خويتي وريك سال عليا كاين مود وتشرف سال عليا كاين مود وحدي هيا هاني قلت في المساء تحمل ما استطاعت من ذكريات اليوم وتعود لبيتها لتعزمنا على جلسة قهوة تحضرها بنفسها على فرن الكرم وبملعقة الصبر تحرك زمن الانتظار
لتسكب لنا بالتساوي صاحبة القرن وثلاث سنوات في 5 فناجين وضعتها مسبقا في خط واحد. احكي لي كيفاش النهار تاعك تعقبيه في النهار، يعني كيفاش طيبيه؟ نطيب القهوه صباح ونفطر عادي دواش نشرب فيه، نشرب حبه ونروح نقعد البر عادي، وايلات يقولها الامام عادي البيض نعملهم الطعام ورا نعملهم الكسيه اللي تفضل نضل نقابل فيهم ونطالبهم في الماء ميها دايره باسان البر يشربوا كون عود في العشر ونخش يجيب لي دحمان شيء. اولا هذه الصخره بان عودوا عارفينها، هذه الصخره بحد ذاتها مجاهده احنا نقولوا، هذه كانت في وقتها لاجيب هذيك ويليس فيها 3 قور وجات عاقبه مع طريق، الطريق هي هنا مش بعيد. المهم روضه من الرواض توشات الحجر تقلبت السياره هذيك، واللي دخلت الله يرحمه متوفي هذا في 71 سنه 1971 جاب هذيك الحجره دارها في الحاجي هنا، ما كانش اللي نحى، ما كانش اللي قربها ولا نحى ولا حتى تولى بها، حتى سكننا هنا وجات العزوج سكننا مسامي الحجره. في وقت من الاوقات جات البلديه باه تنحى، ما يحسبوها حجره برك، قالت لهم العزوج شراكم دخلوا هذيك الحجره مجاهده وكذا، راه من هذاك الوقت عادوا يبنتروا الحاسي ويبنتروا الحجره نفسها، وهذه حكايتها مع الحجر وما زالت محافظه عليها لحد الان. تقدمها في السن لم يؤثر على ذاكرتها، هي تعرف اسماء احفادها وحتى ترتيب ابنائها. لا الاول يقولها تركيه، في عقاب تركيه خضراء، في عقاب خضراء عائشه، في عقاب عائشه الزهره، في عقاب الزهره زوينه، في عقاب زوينه الاخضر، في عقاب الاخضر هذون قداه؟ هذون سته. سته، وفي عقاب الاخضر تاليه، في عقاب التاليه تركيه. وفي عقاب قداه؟ هذون ثمانية. وقعد لي دحمان ونبارك وفطيمة 11 رقبة. وراكي حافظة أسماي ولادك عرفتهم؟ المبارك دحمان عدو بلال هو الكبير، عدو زوج زرير بنيات ماتوا، وفي عقابها عدو طفيلة وطفيلة زوج بنيات، وعدو 4 دراري. عجوز تجاوزت القرن ب3 سنوات تحرس حجرا منذ 60 عاما، قصة لم تحدث في العالم لكنها حقيقة في بلدية عين إبل بالجلفة، وثقها المهتمون بالفن السابع. عجبت كذلك من وطنيتها، أنها يعني هذه الحجرة بالنسبة إليها حجرة مجاهدة كتذكار من الثورة، أن الحجرة كأنها قامت بدورها في الجهاد، ولذلك قمت أو أنجزت شريط وثائقي سميته جهاد حجر. هذا الشريط الحجري تعرض لهذه القصة الجميلة، قصة هذه العجوز اللي أعطتنا الدرس في الوطنية، التي ترى في ذهنها أنها يعني حجرة ثائرة أرادت من خلالها ساهمت في تحرير هذا الوطن العزيز. وبهذه المناسبة أراد مديرية المجاهدين ومتحف ولائي للمجاهد بالإضافة إلى أصدقاء متحف مجاهد و يعني مدير فندق النايل إضافة إلى الشخصيات هنا أن تكرم هذه المرأة الفولاذية. بقاء الحجر المجاهد حسب تعبير أهل المنطقة على صغر حجمه في أعلى البئر وأمام أعين الحاجة ربيحة الحارسة له ببركتها منذ سنوات، يجعلها تقول له يوميا يا حجر ما يهزك ريح.